شهداء وجرحى وعالقون تحت الأنقاض وحرائق مشتعلة داخل محافظة إدلب. ميك 23 قام بإفراغ الحمولة بأكملها على المدينة. بإمكانكم مشاهدة هذه الحرائق، جثث متفحمة داخل هذه السيارات، هذه جثث داخل السيارات، جثث مدنيين حصيلة شهداء غير معروفة حتى هذه اللحظة. هناك أيضا عالقين تحت الأنقاض، فرق الدفاع المدني جميعها مستنفرة من أجل إنقاذ المدنيين. حرائق مشتعلة، طيران حربي الآن في الأجواء يحاول العبور أو باتجاه محافظة إدلب. مجازر ترتكب بحق المدنيين. نلاحظ هناك أيضا جثث وفرق دفاع مدني أخرى تعمل على إطفاء الحرائق. هنا أيضا عمليات انتشال للجثث المتفحمة، وهناك أيضا سيارات أو آليات الدفاع المدني تعمل على انتشال الشهداء من تحت الأنقاض. كل ما نعلمه حتى هذه اللحظة هو مجزرة كبيرة جدا في محافظة إدلب، وأيضا استهداف السوق الشعبي في مدينة أريحة، تصعيد مكثف عالي الوتيرة على محافظة إدلب وريفها. جميل حسن، أورينت نيوز، مدينة إدلب.